من جانبه أشاد معالي الأستاذ جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود دول مجلس التعاون في نصرة القضايا العربية لا سيما القضية الفلسطينية. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن شكره للجهود المبذولة والمبادرات المطروحة من أجل تحقيق السلام في المنطقة. وفي مواجهة هذه التحديات لابد من الإشادة بمواقف دول مجلس التعاون الراسخة والثابتة تجاه نصرة القضية الفلسطينية، تلك المواقف التي تجسد أصالة انتماءنا العربي والإسلامي وتؤكد التزامنا الأخلاقي تجاه نصرة هذا الشعب الشقيق. ولا يفوتني أن أعرب عن تقدير العميق لدور المملكة العربية السعودية في استضافة القمتين العربيتين الإسلاميتين غير العاديتين التي أجمع فيها القادة العرب والمسلمون على أهمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما نشيد بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بهدف تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية للعام 2002. ولا يمكن إغفال الدور الريادي الذي تطلع به دولة قطر في جهود الوساطة الإقليمية الدولية، حيث جسدت الدوحة نموذجاً فريداً للإصرار والعمل الدؤوب في سبيل تحقيق السلام وحل النزاعات. كما ننوه في هذا المقام إلى أهمية مبادرة مملكة البحرين التي أقرتها القمة العربية العادية في دورتها 33 في المنامة، والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأود أيضا من هذا المنبر أن أشيد بالجهود السياسية والإنسانية المتعددة التي تبذلها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت لنصرة الشعب الفلسطيني على كافة المستويات السياسية منها والإنسانية.